أن يدركوا الجميع أن القوى الفاعلة هناك والعناصر اللاعبة هناك كثيرة. ولها ليست مجرد تنظيم إرهابي. لا مش مجرد الإرهاب هو جزء مهم في الموضوع وأحد الأدوات. لكن العناصر الفاعلة في هذه المعادلة كثيرة. كثيرة ومعقدة. واخد بال حضرتك إزاي؟ يمكن دعنا نطرح بعض العناصر اللي احنا ممكن نتكلم عليها. مثلا يعني الجماعة بتوع التكفير والهجرة دول أقل الناس اللي ممكن يعني خطورتهم في عقائدهم وخطورتهم في فكرهم القليل انك تكفر الغير او بتاع، لكن الحولة والقوة بتاعتهم مش كبيرة قوي قوي، وما عندهمش الادوات اللي تسمح بانهم ايه يعني يخوضوا حرب ضد جيش، يخوضوا معارك بالحجم ده ولا بالشكل ده.